السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كاع تكونوا بخير وانتم تفرجوا في هذا الفيديو. وعلى بالي بلي غادي نقولها لكم روطار، بصح جيت نهنئكم بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل عام وانتم بالف الف الف خير ان شاء الله، تعيدوا وتزيدوا ان شاء الله في حياتكم، حياه ولادكم وحياه اللي تبغوهم ان شاء الله. والعقوبه العام الجاي ان شاء الله تعيدوا كاع بالصحه والهنا ان شاء الله، وربي يشافي كاع المرضى. المهم حبيباتي، جيت اليوم جبت لكم هذا الفيديو الجديد. على بالي بلي طولت عليكم، كيما على بالكم كانت في وهران العاب البحر الابيض، ثم كتوقع فيها سيركيلاسيون مع تاني كو عارفين الخدمه لا نافيت. الله غالب ما قديتش وقتي، ما ساعدنيش باش نصور لكم، وجا تاني العيد. مي مور العيد راني وليت لكم، وديتكم معايا مدينه جديده. كي سمعت بلي كاين الصولد قالوا لي بلي راه كاين الصولد وحاجه شابه والدعوه شويه راه خفيفه، قلت والله غير نطلع ونصور لكم الجديد اللي راه كاين. المهم حبيباتي، ما تنسوش تشتركوا في القناه، اللي ماش مشتركه في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يوصلكم اي جديد نحطه، وباش تكبر تاني العائله تاعنا. وما تنسونيش بالجيم والتعليق، وخليت لكم تاني في الانستغرام تاعي اللي هو بت الباهيه حفاظ، والجيميل تاعي للاعلانات والاشهارات. المهم حبيباتي، ديتكم اليوم معايا لمدينة جديدة للطوابل. هذه طريق الطوابل اللي جاية انفاس المرشي الحوت، بزاف اللي طلبوا مني بورتو كل خطرة ندير لكم هاد الفيديو، بصح كل خطرة تقولوا لي حطي لنا شراكين جديد، باسكو السلعة اللي تلقوها اليوم ما تلقوهاش السيمانة الجاية، تما كل سيمانة كل سبت يحطوا جديد. المهم اليوم جبت لكم جديد اللي راه كاين، اللي غادي تلقوه ان شاء الله الاسبوع القادم. وين جايين هاد الطوابل؟ جايين عند المرشي تاع الحوت، وكيما بزاف اللي راهم يجوا من الولايات الاخرين وحد اخرين ما يعرفوش، نقول لكم الا جيتوا يعني الا جيتوا بالطرام تنزلوا في الطرام كي يقول لاريت عند مدينه جديده، ولا كاين دي بوس تاني، كاين 51 كاين سي كاين، مهم كاين بزاف لي بوس، كاين لي بوس لي يجوا من لاجونس تاع الباهيه تاني يحطوا تما في مدينه جديده. ثم غيسقسوا وين المرشي تاع الحوت ينعتوا لكم، كيما قلت لكم اللي بلسانه ما يتوه. وهنايا يعني هاد الجوله درت لكم فيها غير يعني غير حاشاكم لي صندال لي صابو اللي كانوا في بيريود تاع العيد 250 ردوهم بروموسيون 150000، اللي كانوا 150 ردوهم 100000. تاني كاين هكا كاين شناقل تاني وبلايغ اللي كانوا 100000 ردوهم 50. المهم جبت لكم ما هاد الصولد ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تاني يعجبكم الفيديو تاع اليوم، والاسعار يظهروا في يعني اسفل كل فيديو. وغير سبحوا لي مع كشغل اليوم خرجت صورت وكشغل ضربتني الشمس في الراس، عباكم راسي راه دارني، ثم شويه مانيش قادره نهضر، سمحوا لي شويه مانيش نعرف كي نهضر. ومهم حبيباتي، تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش اشتركوا في القناة وتواصلوا معي عبر الانستغرام، تهلوا في رواحكم وانا نموت عليكم، وسلام.